بسم الله الرحمن الرحيم. وحيد بن راشد الدوسري، رئيس جمعية الصيادين المحترفين. طبعا أنا اليوم طبعا نظرا لأهمية الأمر حبيت أوجه رسالة إلى طبعا شعب البحرين بالنسبة للثروة السمكية، وخاصة بالنسبة لحظر ربيان. طبعا المعروف بأن في 15/3 يتم حظر الربيان من قبل أولي الأمر، وهذا الشيء ليس بعبث بل هو في صالح هذه الثروة، لأن يتم التبييض والتكاثر في هذا الوقت إلى تاريخ طبعا المعين من المسؤولين لأجل التبييض والتكاثر. فكما المعروف أنا اليوم أقرأ بس القرار اللي موجه طبعا من أولي الأمر، وهو من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. طبعا أول مادة تقول يحظر صيد الربيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من 15 مارس 2017 ولغاية 15 سبتمبر 2017، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أي وسيلة لصيد الربيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الربيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الربيان خلال فترة سريان حظر. المادة الثانية تقول طبعا يحظر عرض وتداول الربيان الطازج. خلونا نركز على هالمادة يعني المهمة للثقافة العامة. يحظر عرض وتداول الربيان الطازج وغير مصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام هذا القرار. ثم بعد ذلك يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20/2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. طبعا هنا مادة رابعة، على الوكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طبعا هناك قرار نزل مثل ما قلنا قبل لأجل التبييض والتكاثر، فهذا شيء مهم أن يفهمه شعب البحرين ولا يشارك حقيقة في شراء هذه المادة المحظورة، عبارة تعتبر أنها محظورة في هذا التاريخ، ولأنها ثروة من ثروات مملكة البحرين وهي لصالح المملكة والوطن والمواطن، بأن احنا نحافظ على هذه الثروة حقيقة اللي الله رب العزة أنعم علينا فيها. ولا شك بأن أنتم تعلمون بأن هنا يعني في مملكة البحرين لا يوجد عندنا ثروة حيوانية ولا يوجد عندنا ثروة زراعية تغطي في البلد، وعندنا هذه الثروة اللي الله رب العزة سبحانه أنعم علينا فيها سبحانه وتعالى. ولذلك وجب على كل مواطن، الآن نترك مسألة المخالفين وغير المخالفين والمسؤولين وغير المسؤولين، هؤلاء ناس محدودين في البلد، لكن نتكلم كشعب اليوم. أنا اليوم أتكلم كشعب بأن لابد أن احنا كلنا نتكاتف، لأن المسألة تعدت هذه السنة ووصلت طبعا إلى أن المحصول نسبة من 1980 تقريبا الحظر موجود، إلا أن حقيقة المخالفين وطبعا لهذا الحظر من 1980 بدأوا يستغلون هذا الحظر، وطبعا أول ما بدأوا ببوانيش بسيطة 5 و6، بقصدي بطراريد 5 و6، وبعدين لأن البوانيش واقفة في هذا الوقت ما تتحرك لأنها واقفة في مرافق عليها رقابة، فبالتالي الطراريد طبعا في الأماكن اللي فيها رقابة أو فيها تواجد لخفر السواحل أو للثروة السمكية ما يخرج منها. معروف أن البحرين منطقة سواحلية، ومن السواحل الطراريد موجودين، وطبعا من السواحل يخرجون ويرجعون إلى السواحل. طبعا احنا من 1980 نعاني إلى وصلنا إلى 2017 من 5، وكل سنة قام يزيد 10 و15 وبالتدريج. ليش؟ لأن شافوا
ان في وقت الوقوف بان البيع والشراء والربيان طبعا ليش وقفت التكاثر، اذا معناته في هذا الوقت هي تبييض وتكاثر تطلع فيقومون يستأصلون هذه الثروة حقيقة، الى ان وصل الحال الان تقريبا بما يقارب الى 400 طراد وهي تخرج بالتدريج، يعني ما يخرجون في يوم واحد لا، بحسب وجود الربيانة طبعا، وراح يتكاثرون في وضع النهار من اول خمسة او تقريبا من 20/4 بيجي وقت البارح، والربيانة راح تطلع بشكل قوي، فراح ايش يتم المخالفات في وضع النهار، يعني في وضع النهار عشان يكونون يطحنون هذه الثروة وينهونها حتى تنتهي مثل ما صار هذه السنة، وصل محصول ان ايش ان 75% من طبعا هذه الثروة انخفضت تدريجيا بسبب ان الطراريد تملك طبعا مكراين على 250 حصان، فكل طراد فيه 250 حصان مكنتين، طبعا هذا الطراد يقدر يصل الى ايش الى اماكن المحمية، حتى المحميات ما تسلم، ليش ما تسلم؟ لان طراد سريع، وحتى خفر السواحل يعني يواجهون حقيقة هذا الأمر وتعاملوا مع هذا الأمر وصارت مشاكل كثيرة حقيقة، لكن الأمر يتجاوز هذا الشيء لأن العدد كبير ضخم، وطبعا احنا نعلم بأن خفر السواحل يعني بعد تعاني من أمور أمنية ثانية، وكذلك الثروة البحرية كذلك بعد يعني عندها بعد أمور ثانية غير مسألة الحظر وغير الحظر، فطبعا انا وديت اليوم اني اتكلم حقيقة يعني اتكلم لشعب البحرين بالنسبه للفتوى الشرعيه. الفتوى الشرعيه نحن طبعا انا خاطب ناس مسلمين ناس مؤمنين، احنا في شعب البحرين ناس الحمد لله مسلمين ناس مؤمنين، نعلم بان في المذهب السني وكذلك انا سالت في المذهب الشيعي او المذهب الجعفري لا يجوز ابدا ابدا صيد الربيان في فترة الحظر ولا العبث فيه ولا التداول فيه كما قرينا في القرار ولا شراءه، اذا معناته هو شرعا حرام. وانا سألت علماء بعض العلماء، وطبعا مو انا اسأل، انتم ناس الحمد لله رب العالمين الكل عنده فقه والكل يعلم والعلماء موجودين في مملكة البحرين من الطائفتين والكل يعلم بأن هذه الفترة هي فترة حظر وطاعة أولي الأمر وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فهذه ما وضعت عبث نقطة القرار الحظر ما وضعت عبث، فالآن احنا لما نجي احنا شعب مملكة البحرين نساهم بشراءه أو ان احنا ما نبلغ على هؤلاء الناس المخالفين الذين يريدون دحر هذه طبعا الثروة البحرية اللي ما بقى عندنا من يعني كغذاء ان احنا نغطي عندنا في مملكة البحرين ونكتفي فيها بالنسبة حق شعب البحرين، بان هؤلاء الناس يريدون تدمير هذه الثروة لاجل مطامع، عندهم مطامع شخصية. كم من انسان تغانى، كم من تاجر الان تغانى وهم شبكة قوية حقيقة من تجار موجودين، من ناس أصحاب طراريد، من عمال أسوين، وهذا العمال الأسوين لا يعملون بروحهم، هاي يعني هذه حرفية مو فري فيزا، لا هؤلاء ناس تابعين لبعض طبعا الصيادين المخالفين اللي يشاركون في هذا الأمر وغير الصيادين، إنما نسبة كبيرة حق الصيادين موجودين في هذه المسألة، وإحنا حاولنا نثقف الصيادين، لكن اليوم أنت حتى في بيتك لو عندك ولد عاصي أو الذي لابد إنك إيش إنك أنت تأدبه لأن هذه المخالفات تحصل في كل مكان. طبعا مثل ما قلنا الفتوى الشرعية لا يجيز، إذا كل إنسان يحاول إنه يشتري ربيان أو حتى ما يبلغ بالنسبة عن هؤلاء الناس، ما يبلغ البلدية أو المسؤولين المعنيين حتى تنتهي هذه الظاهرة، أنا أقول لكم راح تقضون على ثروتكم البحرية وراح ترتفع عليكم الأسعار، لأن إذا شح راح يرتفع ترتفع الأسعار. كذلك احنا ما نشارك في ضياع هيبة القانون للدولة، هذه هيبة قانون للدولة وهذا شيء خطير،
ان هؤلاء الناس استطاعوا ان مثلا ان يجتازون في البحر ويبون ربيان، قد تحصل امور امنيه ثانيه حقيقه من خلال هذا التجاوز اللي احنا طبعا ما تمناها لمملكتنا الحبيبه. وان الاصل الامر يصل الى هذا الكم من الطراريد وبقوه محركين 250 حصان، فهذا طبعا شيء خطير لمملكه البحرين. طبعا مثل ما قلنا التداول فيه، اذا التداول هذا فيه يخص من؟ يخص شعب البحرين. من يتداول فيه؟ ياخذونه يجيبونه ينزلونه يدمن التداول، يا يشترونه من بعض الاماكن، الان قاموا يبيعونه من السيارات، يبيعونه في الواتساب. اذا لازم شعب البحرين يحاربهم، يحارب هؤلاء الناس ولا يباشر بشراء هاي السرعه، لان اول شيء لا ترضى انك انت تاكل حرام، ولا ترضى انك انت تاكل اولادك شيء حرام، ما ترضى. طبعا ما في واحد في شعب البحرين حقيقه يرضى بان يكسب حرام او ياكل اكل اولاده حرام، طبعا لا يجوز ابدا مثل ما قلت لكم شرعا. طبعا شارعا بعد لا يجوز بوجود قانون من اولي الامر، وهو ما جعل الا لاجل التكاثر في هذه المساله. طبعا انخفاض المخزون، قلت لكم انخفض المخزون هذه السنه الى 75%، اذا معناته احنا نتكلم عن انخفاض شديد جدا. والسبب شنو؟ ان العام انعام كانت مخالفات جسيمه، شيء يعرفونه وشيء ما يعرفونه، وشيء اعلنوا عنها وشيء ما اعلنوا عنها، شيء اعلنوا عنها، وبالتالي المخالفات لا يتم السيطره عليها. اللي يقول اني انا اسيطر على المخالفات كلها هذا كلام غير صحيح، لان الان ينباع قاعد في الفرجان، وقاعد ينباع في بعض الاماكن، وبالخش ينباع في الواتسابات وغير واتسابات، وعندنا دلائل على ذلك. وانا اظن اليوم شعب البحرين مو شعب اعمى، يعني شعب البحرين اليوم مو شعب اعمى. طبعا في كل المحافظات، لو في محافظه اقل، في محافظه بعض المحافظات تلقاها بصوره علنيه. احنا الان عندنا محافظات طبعا، طبعا مو عميان شعب البحرين يشوفونه، ويشوفون الربيان معروف في الواتسابات، ويشوفونه في بعض الاماكن. شعب البحرين اليوم مو انا اخاطب شيء يعني هو احنا غافلين عنه، لا، اكثر الناس طبعا يعرفون بان يتم التداول فيه ويتم فيه الامر فيه. يعني مهما خفي ومهما اي واحد حاول ان يخفي هذه الظاهره لا يستطيع ان يخفي هذه الظاهره، لان شعب البحرين مثل ما قلت لكم شعب مثقف، وطبعا هو يشوف هذا الشيء امام عينه. طبعا المراسلات، انا حقيقه رئيس جمعيه وديت اخذ ذمتي من صوب الخالق سبحانه وتعالى، واقول لكم الثروه السمكيه في خطر. انتم يا شعب اذا ما تحافظون على ثروتكم هذا امر خطير، لان المسؤولين كم واحد في الدوله؟ مسؤولين كم واحد في الدولة؟ اللي قاعدين يشتغلون لدحر هذا الأمر كم واحد؟ على تعداد الأصابع. إنما إحنا كشعب لازم نحارب هذه الظاهرة، ولا نأكل حرام، ولا نأكل أولادنا حرام، ولا نصرف فلوسنا في شيء في تداول شيء حرام، وندحر هؤلاء التجار الجشعين اللي بنوا البنايات وبنوا العمارات وبنوا. الآن إحنا لا يقدم فرد على مجتمع، فرد لا يقدم على مجتمع، نقدم أفراد، نخليهم يصيرون أغنياء من التداول بهذا الامر، وندحر هذا الامر في الدوله؟ هذا معقول؟ نبني 20 50 100 200 300 شخص ونضيع مورد بلد كامل، مثل ما ضاعت علينا الثروه الحيوانيه وضاعت علينا الزراعه. الان نروح نرجع مره ثانيه وندحر هذا الامر، والنعمه الله سبحانه وتعالى رب العزه اعطانا اياها، رب العزه سبحانه وتعالى. وكذلك الله سبحانه لا يامر، الله حتى في القران ويهلكون الحرث والنسل، اذا الله سبحانه وتعالى الهلاك في جميع الامور لا يرتضيها، الهلاك في جميع الامور الله سبحانه وتعالى، والله لا يحب الفساد، الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين سبحانه وتعالى. فهذا فساد في الارض، فساد لازم شعب البحرين بنسبة 90% يشارك فيه. طبعا نعرف المسؤولين هم من شعب البحرين، كذلك المسؤولين كذلك المعنيين، انا حقيقة اناشدهم عبر هذه الوسيلة بانهم يتخذون الاجراءات الكاملة. انا حقيقة تمت المراسلات على وما اخفي على شعب البحرين، ارسلت برقية الى جلالة الملك المفدى اعزه الله وادامه لشعب البحرين، ارسلت الى صاحب السمو الامير خليفه بن سلمان برقيه، طبعا برقيات
بهذا الأمر لأن أنا كرئيس جمعية أريد أن أبرئ ذمتي. أرسلت إلى المحافظين الأربعة أود أقول بالناء إيش بأن هناك قرار ولا لا ينتهك في المحافظة. لا يمكن أبدا أن واحد يكون يمشي في الفرجان ولا يمشي في أي مكان أو ينتهك أي قرار من الدولة في المحافظات. أرسل كذلك رسائل إلى المجلس البلدي على أساس يأخذ الإجراءات لأن المجلس البلدي اليوم لا دور. كلمت الوزير المعني وأرسل مذكرة إلى المفتشين. الآن البلدية معنية لأن فيها مفتشين الأسواق وفي الفرجان وفي كل مكان. إذن وهؤلاء الناس من شعب البحرين. إذن وأرسل كذلك رسائل حقيقة إلى بعض المسؤولين يعني في الدولة إلى رئيس الجمارك حقيقة الذي باشر حقيقة يعني مشكور الشيخ أحمد باشر على طول وجعل لنا خط مفتوح ساخن وقابلت بعض المسؤولين. ثم بعد ذلك قابلني حقيقة محافظة العاصمة الشيخ هشام طبعا ما قصر حقيقة وتعاملنا معهم الآن تعامل. إذا معناته إحنا محتاجين إلى مديريات بعد كذلك المحافظات كمديريات محافظات لأن هؤلاء كذلك بعد شرطة وبإمكانهم ضبط المخالفات في الفرجان وفي الأماكن الثانية. إذن حتى القرار قال إيش؟ قال الثروة البحرية والجهات المعنية كلهم بحسب دوره. فهؤلاء طبعا هذه المادة محظورة وهذه المادة تسبب اندثار وتسبب خراب في الدولة. فالكل مسؤول عنها حقيقة الكل مسؤول عنها وأنا ما أخص أي أحد الكل مسؤول عنها. وكذلك أرسلت إلى مجلس النواب رسالة وأرسلت إلى لجنة المرافق في النواب رسالة وأرسلت إلى رئيس مجلس الشورى رسالة وأرسلت إلى لجنة المرافق رسالة. إذا ما تم رسائل إلا وأرسلتها حقيقة إلى الناس المعنية حيث أن الجهات هذه كل هذه عبارة معنية. وأرسلت رسالة إلى خفر السواحل وأرسلت رسالة إلى يعني تعاملت مع كل الأطراف لكي أبرئ ذمتي وأمام الله سبحانه وتعالى. الآن أقول هذا الكلام أبرئ ذمتي من هذه الأمور كما أنه أطالب لأن الآن الجهة طبعا التشريعية نتكلم عن مجلس النواب إدانة أطالب الآن إدانة وأنا خاطبكم كشعب أطالب منكم إدانة لهذا الحظر. إدانة من يخالف لازم تطلع إدانة من مجلس النواب كذلك مجلس الشورى الذي أوكل لهم جلالة الملك حمد المفدى هذه الأمانة يكون لهم دور في هذا الأمر ونتكاتف جميعا لأنها لا تقل عن أمن البلد. هذا أمن البلد وهذا أمن قضائي لمملكة البحرين. لو فقدناها اليوم إحنا وتهاوننا فيه على السنوات السابقة إلين وصل الآن إلى 400 طراد ومثل ما قلت لك هذا يشكلون هاجس أمني حقيقة لأن خروجهم من الفرض من السواحل ورجوعهم إلى السواحل هذا حقيقة أمر غير مقبول أبدا. وأنا أتمنى إن شاء الله رب العزة عبر مخاطبتي يعني هذه إن شاء الله أن يكون كل قد فهم الأمر. وأنا قلت لكم الآن النص الشرعي من هذه المسألة وقلت لكم النص القانوني من هذه المسألة ولا يجوز التداول فيه كما موجود في الحظر. وأنا قد أبرأت ذمتي من هذه الناحية وبلغكم وأقول لكم المسألة ليس مسألة الله رب يعلم رب العزة أني لا أريد لا جزاء ولا شكور ولا أريد توجيه تسليط ضوء الإعلامي علي ولا حاجة. إنما أنا استلمت الرئاسة من شهرين وطبعا أنا كرئيس لجمعية الصيادين المحترفين لازم علي أن يعني خاطب شعب البحرين بالنسبة لهذه الثروة البحرية والحفاظ على هذه الثروة البحرية. ويعني في الختام أنا طبعا أوجه النداء طبعا لجلالة الملك حمد المفدى بالتوجيه العام للحفاظ على هذه الثروة وسمو رئيس الوزراء الموقر يعني حفظ الله ورعاه الأمير خليفة بن سلمان بتوجيه الحكومة والجهات المعنية كلهم. كذلك أوجه نداء إلى صاحب معالي الشيخ راشد بن عبد الله طبعا ليش لأن تندرج تحت المحافظات وتندرج تحت خفر السواحل وتندرج طبعا تحت بعض الأمور اللي تخص هذا القطاع. كما أنا وجهت إلى وزير البلديات وقابلته يوم الخميس وطبعا وجه إلى البلدية مذكرات بهذا الأمر.
فأود تكاتف الجميع في هذا الأمر حتى نقضي على هؤلاء المافيا حقيقة اللي مشكلين لنا هاجس أمني ومشكلين لنا ضياع لهذه الثروة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.